قبل نحو نعم نصف ساعة من الآن أطلقت 5 قذائف صاروخية من قطاع غزة نحو مستوطنات غلاف غزة، لا سيما أيضا مدينة سديروت والمناطق المحاذية للحدود مع القطاع. حتى الآن لا توجد أي تصريحات سياسية لسياسيين، كل ما في الأمر هو بأن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن بأن القبة الحديدية تصدت ل5 صواريخ أطلقوا من قطاع غزة. يأتي هذا الأمر مع انتهاء العملية العسكرية في جنين، أو على الأقل هكذا يعني تقول المصادر الإسرائيلية بأن العملية انتهت. كل فرقة الكوماندو التي كانت في منطقة جنين كانت قد أتمت انسحابها، وهنالك ربما بعض القوات فقط في محيط مدينة جنين لم تنسحب نهائيا إلى داخل الخط الأخضر. يعني ربما هنا يمكن الإشارة بالنسبة لهذه الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة، الإشارة إلى فشل استخباراتي إسرائيلي. يعني يوم أمس كان هنالك يفترض أن يقام حفل في مدينة سديروت كانت قد ألغته القوات الإسرائيلية، قوات الاحتلال قالت بأن هذا الأمر خطر، وهذا يعني بأنه كان هنالك تقييما أمنيا كان يخشى من إطلاق صواريخ من قطاع غزة. هذا الحفل الذي ألغي بالأمس كان قد أقيم مساء اليوم، بمعنى أن التقييم الأمني الإسرائيلي لم يتوقع أبدا إطلاق صواريخ من قطاع غزة، وبالتالي يعني كانت الحياة عادت إلى طبيعتها هذا المساء في منطقة ومستوطنات غلاف غزة حتى انطلقت هذه الصواريخ، وكانت كما قلت تصدت لها القبة الحديدية. لا أنباء عن إصابات أو عن أي أضرار، لم يكن هناك أي سقوط على الأقل وفق البيانات الرسمية الإسرائيلية، لكن بلا شك هذا يعني يشير إلى فشل استخباراتي أولا، وثانيا قد يعكر يعني ما تسميه إسرائيل كل هذه الإنجازات التي تتباهى بها منذ ظهر وعصر هذا اليوم في كل هذه البيانات الرسمية عن العملية العسكرية في جنين ومخيمها وما سمته إنجازات. يعني لا شك بأن ما حدث يعني مقتل جندي إسرائيلي، الاشتباكات العنيفة التي شهدتها القوات الإسرائيلية المنسحبة، والآن أيضا هذه الصواريخ لا شك بأنها يعني تبدل الإسرائيليين وحساباتهم. نعم إيمان، يعني على خلاف كل مرة نعلم إنه الجيش الإسرائيلي عندما ينفذ هجمات مثلا على قطاع غزة في ختام الهجمات يقول نفذنا هجمات كذا كذا، يعني بهذا المسمى فلسطينيا في أماكن مختلفة في الضفة الغربية، أيضا كذلك حملة اعتقالات قامت بها قوات الاحتلال في عدة مناطق في الضفة الغربية. اليوم الأمر مختلف، عملية بحجم اقتحام واجتياح كامل وواسع لمخيم ومدينة جنين تنتهي هكذا دون تصريحات إسرائيلية ودون تصريحات من الجيش. ماذا نفهم من ذلك؟ هل العملية مستمرة داخل المخيم؟ باعتقادك الرسالة التي تريد إسرائيل أن توصلها أن جنين والمخيم التابع لها في بؤرة الاستهداف الإسرائيلي حتى مع انسحاب الجيش؟ نعم، هذا صحيح. يعني إسرائيل صرحت عن هذا الأمر أكثر من مرة بأن هذه لن تكون العملية الأخيرة ولكنها قد تكون الأوسع في هذه الفترة. ولكن دعني أقول بالنسبة لي ما سألت عنه حول يعني ما تسميها إسرائيل هذه الإنجازات أو ما حققت من هذه العملية الكبيرة، لا شك بأن كان هنالك الكثير من بيانات أصدرها الناطق العسكري، مثل أعداد يعني يمكن بالفعل يعني هذه العملية الكبيرة في نهاية الأمر يصورون الإنجاز بأنه مصادرة 26 قطعة سلاح وبعض المعامل البدائية لصناعة العبوات الناسفة. يعني الأعداد القوة التي دخلت إلى مخيم جنين ربما يمكنها شن حرب على مدينة كبرى، وبالتالي يعني يمكن القول بأنه منذ البداية، أتحدث الآن عن المستوى الأمني الإسرائيلي وليس عن المستوى السياسي، المستوى
الأمني تحدث عن أهداف منذ بداية هذه العملية، تحدث عن أهداف يمكن القول بأنها متواضعة شيئا ما رغم أنهم دمروا يعني مخيم جنين بالكامل، ولكن تحدثوا بأن هدف هذه العملية هو اعتقالات واستجوابات وجمع مصادرة أسلحة والوصول إلى معامل تصنيع هذه الأسلحة. وكان قد أصدر الجيش يعني الأعداد في نهاية هذه العملية، أعداد المستجوبين كانوا قد اعتقلوا أو استجوبوا 300 شخص من داخل المخيم، وأبقوا على نحو 30 أخذوهم إلى مراكز التحقيق، إضافة طبعا إلى مصادرة 26 قطعة أسلحة، وأيضا هدم ما سموه معامل تصنيع الأسلحة. ولكن المستوى السياسي كان قد حدد هدفا كبيرا، كان أحد السياسيين قد قال منذ البداية بأننا سننهي دور مخيم جنين بصفته مكان يلجأ إليه المقاتلون، بصفته ملجأ للمقاتلين والمقاومين الفلسطينيين. لا شك بأن يعني هذا الأمر لم يتحقق. رأينا اليوم التفاف الشعب الفلسطيني حول المقاومة، التفاف أهالي مخيم جنين يعني خاصة بعد نزوحهم القسري وعودتهم الآن إلى بيوتهم في المخيم، التفافهم حول المقاومة وحول المقاتلين الفلسطينيين وكل ما حدث من حيث تدمير البنى التحتية. لا شك بأن يعني الإسرائيليين أرادوا بأن يكون هنالك شيء من الردع بالنسبة لمخيم جنين وبالنسبة للمقاومة الفلسطينية، يريدون أن يقولوا للفلسطينيين من يقاوم إسرائيل هذا ما سيحدث له ولمدينته ولمخيمه. ولكن لا شك بأن التفاف المقاومين والشعب الفلسطيني حول هؤلاء المقاتلين قد يعني سينشئ جيلا يعني آخر كما رأينا يعني كنا قد رأينا قبل 20 عام عملية السور الواقي، هنا نرى جيل جديد، وعملية عسكرية لم تنجح عمليا بكي الوعي الفلسطيني، كل ما نجحت به هو هذه الصور الهمجية من الدمار في المخيم. أشكرك جزيل الشكر إيمان جبور مراسلة الغد، كنت معنا من القدس المحتلة.